مع بداية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، طلب الكثير من المراقبين بعدم تكرار المجلس الجديد أخطاء المجالس السابقة، والتي كان من بينها ما يتعلق بموضوع رفع الحصانة البرلمانية، لا سيما وأن بعض المجالس السابقة تمادت في استخدام حقها في رفض رفع الحصانة على حساب حق الكثيرين من المواطنين في التقاضي، وهو الحق الذي كفله الدستور للجميع. تعد الحصانة البرلمانية للنائب من أبرز المميزات التي يمنحها الدستور لعضو مجلس الأمة كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة، إلا أن هذه الحصانة يتم رفعها عن النائب بعد تقدم النيابة العامة بطلب إلى المجلس الذي يصوت على الموافقة أو الرفض وفقا لما يوصف بكيدية القضية التي يتم رفعها ضد النائب. تعامل المجالس مع رفع الحصانات يرى الكثيرون أنه لم يكن منصفا في الكثير من المجالس السابقة، حيث كان بعضها يتم تقييمه من خلال النظر إلى النائب المقدم بحقه طلب رفع الحصانة وليس إلى القضية المرفوعة ضده ومدى أحقية من رفع القضية ضد هذا النائب، ولعل ذلك كان واضحا بجلاء في مجلس الأمة المبطل الذي كانت خلاله الغالبية المبطلة ترفع الحصانة عن غير المنتمين إليها وترفض رفعها عن المنتمين إلى الكتلة. يمكن هذا ينطبق على البعض صحيح، لأن مشكلة المجلس المبطل كان ينظر إلى الشخص اللي موجه له او مطلوب رفع الحصانه عنه ولا ينظر الى الكيديه من عدمها، والان البعض فعلا قاعد يكرر يمكن نفس الاخطاء. تعامل المجلس الحالي مع قضيه رفع الحصانات راى البعض انه كرر نفس اخطاء المجلس 2012 المبطل، وذلك من خلال رفض رفع الحصانه عن بعض النواب وخصوصا في القضايا المرفوعه ضدهم من نواب المجلس المبطل دون النظر الى مدى احقيه رفع الحصانه من عدمها. بالنسبه لنا يعني بالنسبه لي شخصيا بالنسبه لمجموعه التحالف في المجلس نتعامل معاها وفق مسطره واحده سواء كان المجلس السابق او المجلس الحالي، واحنا ننظر للكيديه لان بالنسبه لطلب رفع الحصانه ما ننظر احنا لاصل الموضوع، ننظر للكيديه من عدمها، وبالتالي اذا كان هناك فعلا كيديه احنا نصوت ضد رفع الحصانه، واذا لم يكن هناك كيديه وكان فعلا هناك في يعني موضوع مطروح او زميلنا العضو تكلم بكلام على احد الناس اللي رافعين على القضيه فمن حق احنا نقول حق التقاضي الدستور كفله، وبالتالي يجب العضو ان لا يتحصن ضمن هذا الماده هذه رفع الحصانه، وبالتالي يذهب الى القضاء حتى يحكم القضاء. الحصانة البرلمانية وطريقة تعامل بعض النواب معها وتحصن البعض الآخر وراءها لتحقيق مآرب شخصية جعلت البعض يرى أن هذا الحق الذي كفله الدستور للنائب يأتي أحيانا متعارضا مع حق التقاضي الذي كفله الدستور للجميع، مطالبين بتطبيقه بحيادية تامة وبتجرد بغض النظر عن من رفع الدعوى أو النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.